أشكر اللبنانيين على العاصفة اللي غمروني فيها بسبب الحادث اللي صار، وهو بسيط ما له أي أثر لا جسدي ولا معنوي علينا. ولكن مثل ما وصل الخبر ضخم، وبتعرف العاصفة اللبنانية وعملت حرب على الفيسبوك، وعملت كمان بالوقت نفسه عاطفة جياشة صار بيطلع لنا كتاب من الشعر ومن الكلمات الحلوة. الله يخلي لنا اياكم ويخلي كل اللبنانيين، ونحن طبعا قلنا الكلمة باسمهم، وبعتقد كانت عند حسن ظنهم، وعبرت عن وجدان كل لبناني فيها مش عن وجداني بس، ولقيت كل القبول وكل التأمل اللي صار بعد منها، رد الفعل من الدول العربية كمان، من الشعوب العربية، بعثونا مراسلات كتير كتير حلوة. إن شاء الله نضل نخدم قضيتنا بلبنان وقضية العرب، لأنه نحن عرب، نحن من ضمن المشتركين بالجامعة العربية، نتأمل أنه ترجع لوحدتها لفعاليتها. فخامة الرئيس، واضح أنه لبنان عمل ضجة كتير بالأردن وعمل حضور كتير مميز، فينا نقول يعني إن كان على صعيد الحضور أو على أو الكلمة اللي قلتها، أو حتى يعني هن طريقة التعاطي الأردنية مع الوفد اللبناني، هل فينا نقول أنه رجع لبنان بقوة إلى حضن الدول العربية والجامعة العربية وكل الخلافات يعني أزيلت؟ اللي بيحكي ما بيقدر حاله، بترك هالتقدير لإلكم وللي سمعتوه وللصدى اللي أنتم بدكم تنقلوه.